الكبار لما بيتعاركوا ولا بيصفوا حساباتهم الحكومة بتتدخلش. لما واحد بيقرص ودن التاني ولا يدوس له على طرف، اللي بيقرص ويدوس ويقبض التمن ليه يلعب سلام. ليل ده مصيبة، كل حاجة بتحصل بلاقيه في آخرها. ما يغركش هدوء وشك. نبيلة طنطاوي مش سهلة، لو شوكة شكتك في صباعها هبقى أنا اللي مسلطة الشوكة دي. شعبان ده مسجل خطر، وروح الله يحن عليك بدل ما تهب عليك. اللي له علاقة بالموضوع ده هو شخص واحد، إبراهيم الجيار. إبراهيم مش هيسيبك. تقتلنا كلنا على بعضنا عشان تريح نفسك؟ ولو عرفت إن أنت خدت الفلوس بتاعتي لأرقى بالصوت الحياني وأخرب بيتك يا بيش أنتي. هو أنت مين اللي عمل فيك كده؟ خلينا حبايب. هتعمل عنتك وتهرب مني؟ عاملة إيه يا ست أنتي؟ ما أنا هسيب القرعة وأنا كمان زهقت وتهرب. يبقى خلاص نتطلق. ما خلفتش غير واحد بس ومات. انا مش هخرج من هنا غير وبنتي معايا. طاقة نور مع هاني سلامة، رمضان 2017 ولسه